لما ندور عن ازاي نطرد الشياطين من بيتنا، المفروض الاول نعرف ليه الشياطين اصلا حابة تقعد في المكان ده. يعني ايه الحاجات اللي موجودة عندنا في البيت اللي بتجذب الشيطان ومخلياه مقيم في بيتنا وحابب وجوده فيه؟ بتسألني وتقولي يعني هو في حاجات معينة موجودة في البيت هي اللي ممكن تكون بتجذب الشياطين؟ هقول لك اه، في حاجات احنا بنعملها وحاجات موجودة في بيوتنا كلنا وما نعرفش ان هي سبب في دخول الشيطان اصلا للبيت، فلازم نتجنب نعمل الحاجات دي علشان ما نجذبش الشياطين لبيتنا، وبدل ما الشياطين هي اللي تنجذب للبيت تنجذب الملائكة. واحد، الفرش المهجور والغرف المظلمة. يعني أوضة عندك مقفولة دايما انت مش بتقعد فيها خالص، بل انك مش بتفتحها كمان، ولا بيدخل فيها ضوء، ولا بيدخل فيها هواء، ولا حد بيدخل فيها طبعا قرآن، فأكيد أكيد هتكون مسكن للشيطان وهينجذب لبيتك مخصوص علشان يقعد في الغرفة المهجورة دي. 2، ترك الأواني مكشوفة. دلوقتي كلنا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا اننا نغطي الإناء اللي فيه طعام. ليه؟ لأن طبعا طبعا الشيطان هياكل منه. فأنت دلوقتي حضرتك لما تكون سايب طعام دايما مكشوف في البيت مش مغطيه وسايبه كده، فده أكيد هيجذب الشيطان إنه يجي ليه علشان ياكل منه. 3، عرق الجسم من الجنابة. وطبعا احنا كلنا عارفين ان ما ينفعش ننام واحنا على جنابة ابدا، وانك لازم على الاقل تاخد دش واحد بس علشان الشيطان ما يقربلكش وانت نايم، لان حاجة زي كده من الحاجات اللي بتجذب الشياطين للبيت، ومش البيت بس، ده بتنجذب ليك انت شخصيا. 4، السور والتماثيل. بص، دي حقيقة مؤكدة ان الشياطين بتلبس اي تمثال محطوط او اي صورة، ودي بصراحة يعني بغض النظر عن كونها حاجة دينية هي برضو حاجة منطقية. الشياطين اساسا ممكن تتجسد في شكل كائن حي، حيوان او انسان احيانا، فما بالك بقى بكائن غير حي؟ ما طبيعي جدا ان هي هتتجسد فيه، عادي جدا، ده شيء منطقي مش ملوش علاقة بالدين، منطقيا كده يعني. عدم ذكر الله عند دخول البيت وعند تناول الطعام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل الرجل بيته ذكر اسم الله تعالى حين يدخل وحين يخرج، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء هنا. منطقيا بقى لو عملت عكس كل الحاجات اللي انا قلتها دي، فدي حاجة هتجذب الملائكة لبيتك. وضيف عليها الرائحة الطيبة، ان يكون بيتك دايما متبخر. ضيف عليها قراءة القرآن عامة دايما في البيت، انك تشغله او تقرأه. ضيف عليها ان ما يبقاش فيه غرف مهجورة، ما فيش تماثيل، ما فيش صور، بتدخل البيت بترقي بالسلام على اهل بيتك حتى لو البيت فاضي. فطبيعي لو عملت الحاجات دي الملائكة بقى هي اللي هتحب ان هي تقعد في بيتك، وهي اللي هتنجذب للبيت مش الشياطين. اتمنى يكون الفيديو افادكم وشير علشان غيرك يعرف.